الأندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبيريا، إسبانيا والبرتغال اليوم. عام 92 للهجرة الموافق ل 711 للميلاد، عبر أول فارس مسلم أرض الأندلس. لقد كان فتحا مبينا لطارق بن زياد عندما اجتاز جيشه المضيق الذي سمي باسمه إلى الآن، لتخضع وتنعم الأندلس تحت الحكم الإسلامي ل800 عام. وإلى اليوم كلما مر واحد منا بمدن الأندلس، من مدريد وطليطلة في الوسط إلى سرقسطة في الشمال، أو توجه جنوبا إلى غرناطة وقرطبة وإشبيلية ومالاغا، يجد كثيرا من الشواهد التي تؤكد أن للمسلمين هنا تاريخا يحكى في كل أركان هذه البلاد، لشواهد ناطقة كجزء من تاريخ إسبانيا اليوم، ليرويه الأحفاد للأبناء عما كان لأجدادهم المسلمين هنا من حضارة وإنجازات. لقد أسس المسلمون هنا حضارة عظيمة هي الأطول في عمر تاريخ هذه المنطقة، ونقلوا إليها الأدب والفن والطب وكل فنون الحياة، خاصة العمارة الإسلامية العظيمة التي أصبحت الطابع الغالب على إسبانيا كلها. وببراعة امتازت إسبانيا اليوم بفضل المسلمين بمدن عظيمة بنيت هنا وحصنت بأسوار عالية ومبان فخمة رائعة، وزينت بحدائق غناء وبما فيها من فنون أندلسية عظيمة، لتصبح إسبانيا اليوم قبلة للزائرين، وهم بدهشة يتأملون ما تركه أولئك الآباء والأجداد من معالم وآثار تشهد لهم بالعظمة والإجلال. لقد بدأ عصر وانتهى آخر، لكن التاريخ لن يتوقف عن حكاية أساطين تلك الحقبة من التاريخ بروعة تلك المرحلة. إنه تاريخ يحكى من جديد. تاريخ الأندلس. هناك فصول من تاريخ الصراع في الأندلس وما حولها يهتم بها الغرب أكثر من اهتمام العرب والمسلمين، وهي الفصول المتعلقة بالمعارك التي جرت إلى الشمال الشرقي من سرقسطة على حدود فرنسا وداخل أراضيها، بسبب النتيجة النهائية لتلك المعارك وأثرها في وقف تقدم المسلمين في القارة الأوروبية. فقد كانت فرنسا أواخر القرن الهجري الأول رأس الحرب في الاعتداءات على أرض الأندلس، فضلا عن جيب في الشمال كانت تشن منه هجمات على هذه البلاد، وكان يثيرها أن ترى الوجود الإسلامي يترسخ على الجناح الغربي من أوروبا في المنطقة الممتدة من حدودها وصولا إلى المحيط الأطلسي. حاول حقيقة الفرنجة إثارة بعض الرعايا الأسبان الذين ما زالوا مرتبطين بهم، وبالذات المجموعات التي كانت منتفعة من الأوضاع السابقة وتستعبد العباد وتسلط عليهم وفقدت هذه الامتيازات، فكانوا يحاولون أن يثيروهم ضد السلطات الجديدة الإسلامية. أيضا كانوا باستمرار يهددون الثغور، أي المراكز المتقدمة الحدودية للدولة الإسلامية، فكانوا باستمرار ينقضون العهود إذا شعروا من المسلمين بانشغال أو ضعف أو فتنة أو كذا. كانت رؤية الأمويين في دمشق ضبابية لطبيعة الوضع في الأندلس بعد أوامر الوليد بن عبد الملك لموسى بن نصير بوقف التقدم في شمال الأندلس، حتى إن رجلا مثل عمر بن عبد العزيز عندما شهد جانبا من الجدل الدائر في أروقة الحكم في دمشق بهذا الشأن، ووصلته أنباء الصراع بين ولاة بني أمية في تلك الديار البعيدة، كان من رأيه عندما آل إليه الحكم أن ينسحب المسلمون من الأندلس. لكن قائدا من أصول يمنية هو السمح بن مالك الخولاني شرح الموقف بكل أبعاده للخليفة الجديد، فأعجب به عمر وعينه واليا على الأندلس وأعطاه استقلالا تاما عن الوالي الأموي في إفريقية، وأطلق يده لمواجهة اعتداءات الفرنجة أو الفرنسيين والقوط على الأندلس. في البداية ولاية أفريقيا كانت الأندلس تابعة لها، وكان عادة والي أفريقيا المعين من قبل الخليفة الأموي في دمشق هو اللي يعين والي الأندلس. لما ولى عمر بن عبد العزيز الوالي هناك قال له أوصف لي بلاد الأندلس، أنا ما أعرف إيش هي، فوصف له أرضها ومزارعها وبساتينها ودورها وقصورها. فأدرك عمر بن عبد العزيز أن هذه منطقة كبيرة وغنية، فلا بد عشان الإصلاح الإداري والمالي، الجزية والخراج والأشياء دي كلها لابد أن يكون لها وضع إداري مستقل، ففصل عن إفريقيا. السمح بن مالك كان ينظر بنظرة استراتيجية أنه لن يستطيع أن يحقق الاستقرار في الأندلس في إسبانيا إلا بعد أن يقضي تماماً على القوط، وكان القوط لهم مملكة خلف جبال البريني أو البرانس في جنوب فرنسا، في مقاطعة ومملكة تسمى سبتمانيا. سبتمانيا يعني المقاطعة ذات الأقاليم السبعة، ولذلك قرر أن يتجه مباشرة إلى هذا الإقليم وهذه المملكة، واستطاع أن يفتح عاصمتها واستطاع أن يسيطر عليها بالكامل. تركزت العمليات العسكرية التي خاضها جيش السمح في هذه المناطق حول الحدود الحالية بين فرنسا وإسبانيا في المنطقة الواقعة إلى الشمال الشرقي من مدينة سراقسطة، وبذلك كان السمح بن مالك أول قائد عربي مسلم يتوغل في أراضي فرنسا ليضع حداً لاعتداءاتها على الأندلس. أول المناطق التي تمكن المسلمين من الوصول إليها والاستيلاء عليها هي منطقة سبتمانيا. المنطقة المحاذية لها منطقة أكيتاني. هذه المعركة التي جرت سنة 102 هي معركة تولوشة بين السمح بن مالك وبين القائد أودو أو الكونت أودو أو الدوق أودو كما يسمى، حاكم منطقة أكيتاني. تمكن الكونت أودو دوق أودو من الانتصار على هذا القائد السمح بن مالك وقتله أو قتل في المعركة، وخشي على المسلمين. هنا يبرز اسم القائد عبد الرحمن الغافقي في محاولته الأولى، ظهر كقائد عسكري ميداني تمكن من تجميع الصفوف مرة أخرى والعودة من منطقة تولوشة أو منطقة تولوز بالجيش المسلم خشية عليه إلى قواعدهم في منطقة نربونا اللي هي عاصمة سبتمانيا. كانت معركة تولوشة التي تسمى الآن تولوز من أشد مواجهات السمح بن مالك مع الفرنجة، وقد وقعت داخل أراضي فرنسا عام 102 للهجرة أو 721 للميلاد بعد تهديدات القائد الغربي شارل مارتل للمسلمين، وكان القتال فيها متأرجحا بين الفريقين إلى أن قتل السمح فاختلت صفوف المسلمين وسقط مزيد من قادتهم وجنودهم. السمح بن مالك الخولاني هو تعين في عام 100 للهجرة، وفي المقابل شارل مارتل صادف أنه تعين وصيا أو خادما للبلاط الفرنجي في نفس العام، وهذا يعني مصادفة عجيبة بين هذين القائدين. طبعا جاءت تولية السمح بن مالك الخولاني بأمر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز، وقد اختاره لعفته ولأمانته ولقوته وشجاعته، ولذلك ذهب محملا بالكثير من توصيات الخليفة عمر بن عبد العزيز، وكان من بينها طرح عليه فكرة سحب المسلمين من الأندلس. لكن عندما ذهب السمح بن مالك إلى الأندلس وجد أن الأوضاع مختلفة عما وصف للخليفة، وأرسل الخليفة يعني كثير من الرؤى والمقترحات بأن يبقى المسلمون في هذه المنطقة لسيطرتهم على الكثير من المناطق. السمح بن مالك كان ينظر بنظرة استراتيجية أنه لن يستطيع أن يحقق الاستقرار في الأندلس في إسبانيا إلا بعد أن يقضي تماما على القوط، وكان القوط لهم مملكة خلف جبال البريني أو البرانس في جنوب فرنسا، في مقاطعة ومملكة تسمى سبتمانيا. مع هذه النهاية التي آلت إليها معركة تولوز، اختار القادة واحدا من بينهم وهو عبد الرحمن الغافقي ليعود بالجيش نحو الجنوب، ثم تولى إدارة ولاية الأندلس وتنظيم أحوالها لفترة محدودة إلى أن عينت الدولة الأموية واليا آخر. أنشأوا قيادات إسلامية كبيرة كعبد الرحمن الغافقي وغيره الذين انساحوا في الأندلس حتى شارفوا أبواب باريس. المشكلة التي واجهها الغافقي هي اشتداد اعتداءات الفرنجة والقوط على الأندلس، ورغم معايشته الذكريات الأليمة من المعركة التي قتل فيها السمح، فإنه لم يجد مهربا من حشد قوة كبيرة اجتاز بها جبال البيريني مرة أخرى إلى داخل أراضي فرنسا عام 114 للهجرة أو 732 للميلاد، وسيطر على كثير من المناطق الحدودية إلى أن دخل مدينة بوردو. عندها أدركت القوى الأوروبية خطورة الوضع على فرنسا، فأرسلت القائد الشهير شارل مارتل على رأس جيش كبير من نحو نصف مليون مقاتل لمواجهة المسلمين. وفق عبد الرحمن الغافقي رحمه الله في فتح مدن كثيرة، حتى أنه خضعت له جنوب فرنسا ووسط فرنسا، ولم يتبقى له إلا جزء بسيط منها. ولما اقترب من بواتيه أحس قائد العدو شارل بصعوبة الأمر، فاستنجد بالبابا الذي استغاث بملوك وأمراء أوروبا حتى يمدوه بالقوة والعتاد، فاجتمع ذلك العدد الضخم لجيش العدو. خاض المسلمون قتالا أوشكوا فيه على حسم المعركة لصالحهم، إلى أن فاجأتهم قوة من فرسان شارل مارتل من خلف صفوفهم وأوقعت فيهم خسائر كبيرة، فاضطربت صفوف المسلمين وقتل عبد الرحمن الغافقي. وبعد حلول الظلام استطاع عدد من القادة سحب الجيش من أرض المعركة والعودة إلى الأندلس. وترجع بعض الروايات سبب الهزيمة إلى انشغال كثير من المقاتلين المسلمين بحماية الغنائم، ولكنها رواية لا تلقى كثيرا من القبول. أسباب الهزيمة كثيرة، لكن نعود إلى السبب الجذري والأساسي، المطمح إلى الغنائم، لأنه من الملحوظ أن الجيش الإسلامي حقق في البداية حركة من الاندياح والتوسع وصلت به إلى بوردو، يعني إلى منطقة تعد جزءا من النسيج الحي في فرنسا. لكن ما الذي حدث؟ أنه بدأ شارل مارتل يخايل الجيش الإسلامي بفكرة الغنائم، وكانت الفكرة هنا أنك عندما تضرب مساحة الجيش التي توجد بها الغنائم، من الطبيعي أن يستدير الجيش ليحافظ على الغنائم وليس لينظر إلى الوضع اللوجستي والعسكري. وهذا للأسف هو ما حدث، أنه بدأت حركة التفاف وضربت مساحة الجيش القريبة من الغنائم، فأحست شريحة كبيرة من الجيش الإسلامي أن الغنائم ستتبدد وتضيع، وبدأت هنا المعركة تتخذ هدفا آخر، الاستدارة للدفاع عن الغنائم وليس تنظيم الجيش والامتداد بالفتح إلى الأمام. عرفت هذه المعركة في التاريخ الإسلامي باسم بلاط الشهداء، بينما يسميها الأوروبيون معركة بواتيه، وكانت هذه آخر معركة للمسلمين داخل أراضي فرنسا، ويرى فيها الأوروبيون نصرا حاسما أوقف المد الإسلامي داخل أوروبا. معركة بلاط الشهداء بنتائجها التي يعتبرها البعض كارثية والبعض يعتبرها فاتحة عصر جديد بالنسبة لأوروبا، أنقذت أوروبا كما يقول بعض الدارسين من السيطرة الإسلامية، والبعض الآخر يقول أنه خسارة المسلمين في معركة بلاط الشهداء كانت خسارة لأوروبا لأنه حرمتها من العلم الذي كان في ديار المسلمين، فأخر تقدم أوروبا قرون لاحقة. هذا حتى من الدارسين الغربيين والمستشرقين واللي ترجمت أعمالهم إلى العربية. حتى تقول بعض المصادر أنه الجيش الذي عده يتراوح بين 70,000 و100,000 مقاتل. وكان اللقاء في وادي لكة مع الإفرنجة أو القوط بقيادة شارل مارتل. طبعا المعركة كانت قاسية، استمرت 3 أيام، انتهت بالنصر المسلمين، لكن للأسف الشديد هذا النصر سرعان ما تحول إلى هزيمة. مع أن معركة بلاط الشهداء هزم فيها المسلمون واستشهد فيها عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، إلا أنها طبعا لا يذكر المصلحون في أوروبا إلا أنها حرمت أوروبا من الإسلام ومن النهضة المبكرة، ولا يذكر المسلمون أيضا هذه المعركة إلا أنها أيضا حرمت المسلمين من أن تكون أوروبا إقليما إسلاميا. أبرز نتائج معركة بلاط الشهداء توقف الفتوحات الإسلامية في أوروبا، وإدراك القادة المسلمين أن فرنسا تشكل حاجزا قويا أمام طموحاتها. ده من أعظم القواد اللي مسكوا بلاد الأندلس وفتح مناطق عديدة، يعني كان هدفه أن يتجه شمالا، هو يبيع جبال الألب ويطلع على غالة اللي هي فرنسا الحالية، وبعد كده يواصل فتوحاته في الجزء الأوروبي كله، ثم يتجه إلى آسيا الصغرى، ومن هناك يتجه إلى بلاد الشام. وكان هدف المسلمين من الفتح ده أن يكون البحر المتوسط بحيرة عربية. في الطريق إلى الشمال مر بالعديد من المدن واستطاع أن يضم هذه المدن، ومعاه في جيشه عرب وبربر. بعد معركة بلاط الشهداء شهدت الأندلس نوعا من الهدوء على الصعيد الخارجي، لكن الأوضاع الداخلية لم تكن مستقرة تماما بسبب المشكلات بين بعض المكونات السكانية العربية، وهذا الوضع سيمهد لتطور تدور أحداثه الرئيسية في مدينة قرطبة التي ستصبح في 30 القرن الهجري الثاني عاصمة الأندلس، بل أهم مدينة في أوروبا في تلك المرحلة، وسوف تبدأ معالم الحضارة العربية الإسلامية تشع بنورها على أوروبا من الأندلس بعدما بدأت تباشير الاستقرار تسود في أرجائها.